منزله الزوج في الاسلام قلت ده كبيره، حقه على الزوجه حق عظيم. حديث عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اي الناس اعظم حقا على المراه؟ قال: زوجها. وعلى ذلك فعلى الزوجه طاعه زوجها وبره، ما لم تكن الطاعه اثما او امرا بمعصيه استغفر الله، فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وصى النبي صلى الله عليه وسلم امراه ذات زوج، مين؟ الحسين بن محصن، عمه له، كانت عمه لحسين بن محصن، اتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج انت؟ انت صاحب لك زوج؟ قالت: نعم. قال: كيف انت من؟ وكيف انت له؟ قالت: ما قالوه، اي لا اقصر في حقه الا ما عجزت عنه. قال: فانظري اين انت منه فانه جنتك ونارك، سبب دخول جنه لو قمت بحقه صح، وسبب دخول استغفر الله لو قصرنا. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: الذي تصر إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. فمنزلة الزوج منزلة كبيرة. وزي ما قلت لكم بقى حديث عائشة رضي الله عنها، ما قالت كذا 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 للنبي عليه السلام: هي أي الناس أعظم على المرأة؟ قال: زوجها. بس خلاص، في البر والطاعة، طالما مش معصية وطالما مش اسم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام وصى كده.